وأخصوا السر والبركة في قراءة وتلميه منصح علينا من غير إصرار العلوم كالمقرنة ما صاحب صدورنا احتلت تحرك ضرة في جاي مكم ملكوت إلا أعطيتنا منها علما يافتح يافتح يافتح. وقفنا على قول الشيخ رحمه الله بذكر إله العاصي تذهب في الوراء وتفنى عن النفس المعطلة في الطير. وقد بصنا قبل ما معنى فهم الزهد، وقلنا أن الزهد هو مقام القلب يتحلى به العبد، يتحلى به العبد إذا تمكن منه هذا المقام في القلب ولو ملك الدنيا كلها لكم زاهدا. إن الزهد ضد تمكن محبة الدنيا من القلب، إذا لم تكن حب الدنيا في قلب العبد ساكنة فذلك هو الزهد. إن سليمان كان ملكا وقد آتاه الله الملك الذي أراد به ابن ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك كان زاهدا لأن دنياه كانت في يديه ولم تكن في قلبه. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. بغى يجمع بين الحسنين، يحب الله ويحب الناس، قال يا الله وريني شي حاجة نديرها يحبني الله يحبني فيها الناس. قال لهم اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما أيدي الناس يحبك الناس. الزهد في الدنيا كما قال في حديث آخر لا تأتي الزهادة بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون مما في يد الله أوثق مما في يدك، تكون واحد اقتناع واحد الإيمان واحد اليقين أن ما كان لك سيصلك وما ليس لك لن يصلك، وما أصابك لن يخطئك، وما أخطأك ما كان لن يصيبك يقين. وبصنع حكاية الزاهد صحابي جميل قال بذكر إله العرش الزهر في الوراء على جبنا مقام الزهد، وقال نشي بذكر إله العرش سردار، بذكر إله العرش تكون من الشاكرين، بذكر إله العرش تكون من التوابين، بذكر إله العرش تكون مثلا من العارفين من المحبين. معنى مقام الزهد قال بذكر إله العرش الزهر في الوراء، قال لأن مقام الزهد هو مقام وسط تنبني عليه مقامات، يكون بني عليه المقامات التوبة والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة وكذا، هو ثم يسمى كذلك الزهد. والزهد هو عود مقام الذي منه تترقى إلى مقامات السلوك إلى الله المعرفة. الزهد يسمى لك توكل، ويسمى لك الورع، ويسمى لك الرضا، ويسمى لك الشكر، ويسمى لك المقام الذوقي الأخرى، فهو مقام الوسط. إذا لم يتحقق الزهد الأمور التي قبله لا تتحقق، وإذا تحققت بالزهد لا بد وأن يثمر لك المقامات التي تليها. قال بذكر إله العرش تزل في الوراء، الوراء كل ما سوى الله. إذا يبخل الله ويكثر من ذكر الله حتى لا يبقى له تعلق القلب إلا بالله، فإذا ذهب في الوراء كلهم يعني الخلق يعني في ماله وفي أهله وفي نفسه وفي جنات وفي النار وفي الدار الآخرة، يصير جهده لله، يكون قلبه متعلقا بالله، مراده من أعماله هو رضا الله، مراده من أعماله رضا الله ووجه الله. فإذا تحقق العبد بهذا المقام أثمر له مقام ثانيا. قال بذكر إله العرش تذهب في الوراء وتفنى عن النفس المعطلة في الدنيا. الفناء معناه يعني الانحلال والتلاشي، لكن هذا الفناء يسبقه واحد المقام تنبني عليه هذا المقام الفناء. هذا تحقق بالزهد وصار من الزاهدين وصار لا يجد في قلبه محبة في الدنيا، ولكن خصو يحقق له واحد الحاجة مازال ما وصلش مازال في الطريق، خصو يحقق له واحد القولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يؤمن بمعنى لا يكمل إيمانه، ماشي بمعنى الإيمان بكل لا. كاين مؤمن عاصي، مؤمن مفرط شويه في الصلاه، مؤمن مفرط بعض الفرائض، مؤمن مفرط بعض النوافل، مؤمن على اي حال، ولكن لا يكمل ايمانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وماله وسنته.
يعني لا يكون الإيمان حتى يكون على تلك الدرجة من المحبة في الله ورسوله. على كما قال الله لا يؤمن أحدكم إلا يكون إيمانه إيمانا كاملا إلا يذهب بالميزان. حتى يكون هواه أي ما تشتهيه نفسه وما يريده هو تبعا، يكون تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون الهوى ديالو والمراد ديالو والنفس ديالو وما يهوى يكون في هذا الميزان. فإذا كان عين مراده وعين مراد الله فهو مؤمن. الله سبحانه وتعالى مثلا هذا في الإنسان مؤمن ويصلي ومثلا يفعل الفرائض ويجتهد في النوافل، ولكن مسألة الدنيا عنده قليلة، فقير ماديا حسيا ليس له. يؤمن ربكم الله وأصلي وأؤدي فرائض ديالي ونوافل ديالي وأنا في هذه الحالة يعني يقول أنا وصلوا يكون عين من تتعامل مع الله الفتخير يصلينا عن الدنيا وليس ميزان، ليس ميزان، لكن الميزان الإلهي في الدنيا. شوف الله في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمنع عن عبده الدنيا وهو يحبها، إن الله لا يمنع عن عبده الدنيا وهو يحبه كما تمنعون عن مريضكم الطعام وهو يشتهيه مخافة أن يضر به. الله قد يمنع العبد عن الدنيا ليس إنه يكرهه ولا ما بغاش يعطيه، سيخاف ويستفتن فتعطى غير يقدو لا يبسط عليه من يقدو. وبسط الله للعباد الرزق لبغوا في الأرض سيعطيه غير يقدو. فهذا العبد إذا كان مثلا عنده واحد شك في الله وصل الله كذا وصل الله كذا خصو يكون راضي بما أقامه الله فيه ويعلم أن الله قد أحبه لما أعطاه مالك في يقول كلمة صلى الله عليه وسلم للصفار في ثلاث الأمور فمخصو خير. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما فيقت له الدنيا بحياته له. لكن عندها ثلاثة كان مالك وعيش مالك في الأرض آمن الأولى آمن أمن سمعنا نعمة من نعم الله الأمن آمنا في سير بيته قوم ديالو فلا ما كاين تخدم ما كاين كذا ما كاين قتل ماشي يخرج من دار الخاف يتقتل ماشي يخرج من دار الخاف يتقتل ما كاين سيدا آمن في سير بيته معافا في بدنه عطاه ربي العافية ونعمة العافية واحد النعمة كبيرة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. إذا وقت الصحة الإنسان ربما تشوف الناس كل صحتك ربي لا إذا بدي تشوف واحد النعمة اللي عطاك الله هذا اليد وهذا الرجل وهذا الودن وهذا العين وهذا النيف إذا بغيتي تعرف النعمة ديال هو شوف ذاك اللي ما عنده شيء، شوف ذاك الإنسان اللي ما عندوش ديك النعمة اللي عندك أنت، شوف ذاك اللي ما عندوش اليد، شوف ذاك اللي ما عندوش العين، شوف ذاك اللي ما عندوش الأنف، شوف ذاك اللي ما عندوش اللسان، شوف ذاك اللي ما عندوش الرجل. فتعرف نعمة الله عليك لأن الله قد فضلك ولا بد يزيد تعتبر بس في الصوم في ذوك المرضى يجي عنه الآلام اللي مش يقصي العشر الليل واللي كذا وكذا فتعرف نعمة الله عليك بس حتى بس خلاص كعلم الخدار وسدك وسدك الناس تعرف هذه كلها نعمة من الله عليك. يقول كلمة صلى كم لله من نعمة في عرق ساكن ما تقدر مش عنه وكان يضرب كرة ديال العقل ديال الراس ولا ديال الدرصه ولا ديال العين ولا ديال الودن ما تنعش ديك الليله بحال اعرف يحرك الله ما تنعش الدنيا ما تنعش بيه وتشوف كامل لله من نعمه في عقل ساكن وهذا راه مهدي وتجي بنا وحنا ربما بعض النعم نستصغرها تشوفها صغيره طعم جدا لما تمشي دابا للدار كنت تخد الدار وتنعش يجيك الامر عادي انا ماشي كلشي عنده الدار ماشي كلشي يجي في الدار وينعس تدخل الدار وتغطى ماشي كلشي عنده غطى تدخل الدار وتبقى العشاء راه ماشي كلشي يبقى العشاء تدخل الدار وتنعس تكافى ماشي كلشي يقدر ينعس كيف تنعس انت فكم لله من نعمة عليك. فالإنسان لابد أن يجود به في كل هذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. تفكر في نعم الله عليك شو مولانا يقول الصباح شو مولانا صباح 70 يوم مزيانين وثنيان مزيانين اللي فيه مزيان لساني الشفتين مزيانين واستحمد الله وشكر على أنه أصلحت في نعمة وعافية. فلو كنت تزول وتفكر غير في ما أنعم الله به عليه من نعم فخشوا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها أبدا. هذه نحن هضرنا عن نعم كبيرة اللي بينا جلاء النعم وكاين صغائر النعم التي نحن لا نعلمها أو مش لا غافلين عنها أضربوا سبعيني كل ما كان شو يطلعنا
والحجران اللي عندنا كما كان يترنا وصل اللي عندنا في النيل كما كان شنو يترنا وهذا ذلك جاء صغائر نعمة تردهم شعب الحنان بال وهي ما من شيء فيك وإلا هو قد وضع فيك لحكمة لو أن لك شيء تحيي لك تعرف ماذا يحصل لك قيمة لك شيء لهذا يحكى أن بعض الناس كان يتفكر فرأى حشرة من الحشرات في الأرض فكسب الدور ديال اليابان في وجوش الدور ديالها في الدين والو هذا لا زيدة هاي العالم في الأرض زيدة الحشرة تتعدل الكون فابتلاه الله بمرض مرض تعرف الله حمار جاء في الحق ديال الله حمار فهمت عن الأطباء عن كذا يطلب العلاج يطلب التداوي ويطلب كذا ويطلب كذا فما بقى شيء شاش مرة عن شي رجل قال له شي عندها سيدي الدواء يقول البنزين عشوب وكذا وكذا قال سلامي عيسى وزير الأطباء قال له قال له فيها قال له عندك واحد دو واحد بس مشي الحشرة الثمانية قال له حشرة بعيد هذيك اللي قال لي نسخ القات بس مشي ديك الحشرة وهذيك هي اللي شدها شوف شو حلاها ميزة وتسحقها وتملعها مع الماء هذا هو الدواء ديالك فقال له الله هذه هي واحد من فاعل ديك الحشرة اللي قالت لك مشي هذه ما لقاش نسخ القات هذه هي اللي وحدة فيهم هي من ديك وحدة من المنافع فكم لله علينا من نعمة نرجو لنا في النفع قال لنا أن يقول لي بصوت ما لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما تكون يعني بكل شيء الهوى ديالو يكون الهوى ديالو ميزان هو انه ما امره الله بان يفعل وما نهى عنه ان ينتهي وفوق جبنا الفن الاول وهو ان يكون مراد الله منه وعين مراده الله بغاني ندير هذه اللي بغاني ندير والله قال لي ما نديرش هذه اللي بغاني ندير فلا يعمل بغير منهج الله في الكون افعل احنا عندنا في الشريعه شنو هي الشريعه افعل ولا تفعل الشريعه لا تدير هذه ديرها وهذه ما ديرها فان التزمت ذلك فانت قد تتبعت مراد الله منك فكل عابد له صلوا صلوا وصلوا في كذا وعامل العباد بحسن الخلق ودير كذا وحسن الظن كذا وكذا الامور كلها افعل ولا تفعل فهذا اول مراتب الفناء اول مراتب الفناء انك تنتهي من الامر وتنتهي عن النهي فإلى حققت هذا المقام يسمى لك مقام اخر فإلى عرفت ان الله تعالى سبحانه وتعالى الذي امرك بهذا الامر والذي آمنت به وثقت بوجوده أنه الفاعل لا سواه فيبقى عنك يقين يتولد لك يقين أن لا رازق ولا مانع ولا ضار ولا نافع ولا معطي ولا إلا الله فإن تحققت بهذا حصل لك ما يسمى عن العين الفناء في الأفعال الناس كل فاعل في الوجود الله ما فيش واحد في الوجود له فعل وله كذا إلا الله سبحانه وتعالى يجب أن تنظر في الحديث على هذا القبيل سنة الأفعال وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا بشيء قد كبره الله لك أي لكن النبي قال لا بس إنك خرجوا من قلوبنا تعلق بالخلق فأنه اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما استطاعوا أن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك عفوا يسمعوا قولهم ما يضروك والله ما بغى يضروك ما يصلك شيء لك الدرجة لأن الله قد منع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول بعثته في حضور الصحابة يتناوبون على حراسته صلى الله بالليل وبالنهار في نحن جمعة حضور الله وذات ليلة أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من نافذة بيته فقال تفرقوا فإن الله قد أنزل علي والله يعصمك من الناس فالفيصل الحكم الله نزل علي واحد لي آية قال لي ما غيصلك شي واحد من الخلق والله يعصمك بغيت تقول تتحمل معاصيكم يقين ينعم من الله قال الله غيعصمك الله غادي يحصمني من الناس لذا لما حتى أطافوا ببيته ليلة الهجرة فاش بغى يخرج وهما تتسناوه وقاش بيخرجوا لهم كي يعني يقطوه كذا ولا ما باش يديروا فأمره الله تعالى أن يخرج وخرج وقرأ وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فما يبصرون وحفى حثوات من تراب فجعل على رأس كل واحد شوية تراب ثم خرج وامكرون وقت يشوفون وما شافوا شيئا لأن الله تعالى أراد أن لا يروه ففي تقول الآية إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ما يشوفش يا الله ما يشوفش ما يشوفش لأن ما جاءت امرأة أبي لهب
سمعت بأن أجلس هذه الصورة ثبت إلى أبي لهب وثب ما أغنى عنه وما عنه وما كسب سيصار ظهارا ذات لما مرأة واحد. فلما جاءت هذه الصورة وصلت للمسامع إلى قالت لهم بأن هذا الرسول الذي صلى الله عليه وسلم يهجوني غادي يمشي وغادي يضربوا واحد الحجرة واحد فيها. فجاءت وأبو بكر جالس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت تحدث أبا بكر وهي لا ترى رسول الله وهو جالس معها. قالت لي صاحب أين صاحبك؟ فالتفت ما شاف وحده وقالت لي ما تشوفوش. قالت لها قالت لي وخرج فيها قرآن من سلام قالت لي وكذا كون قتلون دي الموت قال له وكانت قبل داش تشوفه وحدها وهي ما تشوفوش هذا عجيب هذا الأمر غريب. فلما صرفت قال لي ما شافش. قال إن الله تعالى قد أرسل ملكا ووضع جناحه بيني وبينها فهي لا تراني. لما كان جايين عندي الله أرسل لي ملكا فوضع جناحه بيني وبينها فهي ما تشوفني شيء لا تشوفك هي ما تشوفني شيء. لأن بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما معنى مستورا؟ لا شيء قد لم يبان شيء لا يظهر. قلنا هذا فناء في الأفعال ثم الفناء في الصفات ثم معنى الفناء في الذات. الفناء في الصفات يعني قد لا رازقة ولا تدع تجليات أسماء الله الحسنى في الوجود. فما تبقاش عندك هذا علما أو لا تراها إلى العين متجلية فتبصر الخالقة في المخلوق وتبصر الرازقة في المرزق وتبصر الحكيمة في الحكمة في الحكمة وتبصر القادرة في القدرة وتبصر كل شيء أنها تجلية في اسم الله. الوجود ما فيه إلا تجلية في اسم الله. ثم إذا قام قام العبد صار إلى ما فلا في الذات فلا يرى موجودا على الحقيقة إلا الله. أي تحقق أنا ذاك بقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. فلا يرى في الوجود فلا يرى متجلي في وجود إلا الله. وإنما هذه آثار تدل عليه وقائمة به سبحانه وتعالى. فلولا أنها الآثار جبال وكواكب وكواكب ونظر ليس قائم بالله ما كان فيها وجود لما هي في العدم. قال وطلح هذا عنك وتضحان وما شفنا عن النفس معطلة السير. قال لماذا؟ قد شفنا عن النفس لأن شهوات النفس ومرادها لم تحجب الله عن حسن العلاقة لما مع الله. لأن سيدنا موسى سأل الله تعالى قال يا ربي كيف أرسل إليك؟ كيف أرسلك يا ربي؟ كيف أرسلك يا ربي؟ قال يا موسى اترك نفسك وتعالى إليك خلي هوى نفسك وخلي مرادك وزيدني احنا اقرب اليك من حبل الوريد وهو اقرب الي من حبل الوريد كما قرات علينا الان الايه. ان الله سبحانه وتعالى يقول اذا تقرب الي عبدي ذراعا تقرب الي عبدي شبرا تقربت اليه ذراعا يعني لا تقرب في الغيب شويه وهو يتقرب اليك اكثر اضعاف المضاعف. يعني عملت واحد العمل الذي يقربك الى الله شويه والله يعطيك عليه مضاعفه. لا تقرب إلي مثلاً أن يأتني يمشي أتيت الهرولة وكذا هذه أحوال يسلوك إلى الله. الله يقول كنت غير الأسباب غير الأسباب وهو سبحانه وتعالى يقربك إليه. أهل الصحابة ديال بسم الله عليه وسلم كان أحدهم أقل علماً من العلماء ذا الوقت. والصحابة الذين كانوا بعد الهجرة قبل الهجرة وكانوا القرآن كاملاً لا وصحابة السنة كاملاً كيف الوقت لا واش عارفين كذا من الاعمال لا وكيفاش كان عندهم كان عندهم ايمان كان عندهم يقين وخذا اللي عند الناس ليها الخطا. لهذا من بعض الصحابه لما سيد علي يتكلم مع بعض التابعين هالامور جد اخر قالوا نحن اوتينا الايمان قبل القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب رجلا وعرض على الاسلام اسلم ما تجيب له لا معجزه ما يقول له لا كذا ما كذا اذا خاطبه وعرض على الاسلام اسلم يقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد عرضت عليه هذا الأمر إلا وكان له فيه مقطع وتردد إلا أبا بكر واحد عرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تشرك لا تشرك في عهد آتي جهود إلا أبا فبمجرد ما عرض عن ذنب أسلم لما يعلم مسلم خير رسول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم من أسئلة أحواله. فللناس قد أوتيوا يعني يقول بعض الصالحين ما فاتكم أصحاب محمد لكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقرها هنا يعني بسلامة الصدور وباليقين التام وبالإيمان. الله كان يقول لهم ديروا هذه ديروا هذه ما تديروا شيء بشيء هذا هذا تاتوه طب لا يعين كفر العبادة لا تجد هذاك شيء غير نوافل ومعلوم. أما الحق باش ما تقول لا وما تقول لك اليقين أن تقول الله افعل ربي فجما تقول قد الخبر المنزل عن آخر أيضا فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهى إلى يا رب صافي ما عرفوش قالوا وبلا شيء تسمى وتجلس شيء آية أخرى دلنا شيء حلوة فصافي
قال ربي كذا لم نمن كذا، قال ربي يعني تركوا لي رسول الله فيها، قال ربي تركوا كذا، قال ربي حولوا القبلة تحولت القبلة. وكذلك شوف إن شنا شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابتي كانوا كلنا جد شوية في الإيمان في منهم واحد جد واحد جريب أخرى واحد تربية أخرى كلنا جمع كيدهم حتى وصلوه أنه نزل عليه الله سبحانه إن الذين يبايعونك إن على ما يبايعوه في بيعة فالبيعة قال شجرة بايعوه لأن يضحوا بأنفسهم وأموالهم بسبيل نصرة الإسلام. فلا جاء عندهم النهار الأول وقال لهم وبايعوني بس نصروني يدل كم نصروك إن شاء الله واحد عندنا الحلقة بس عندنا نصروا في الدل عندنا نقول مهم قولوا لهم لا إله إلا الله ما قال لهم أعطيه فلوس ما قال لهم مسكين ما قال لهم صلي ما قال لهم كيف النفوس ما قال لهم شغلة بالدنيا ما قال لهم شغلة بالأمور ما قال لهم شغلة بالملاهي هذا هو أصول الفرمية. فلما استقر فيهم الإيمان هو شهد لا إله إلا الله وعند أوامر عند نواهي هذه هذه أمة الدين بس تحقق بأنك قلت لا إله إلا الله قولا وفعلا وأيقا ثم عندهم حسنات عندنا سيئات وانت لم تخرج الجنة ولا ما تخرج الجنة فما زال بيمشي ألف شيئا شيئا فشيئا حتى صحوا بالأنفوس صحوا بالأموال صحوا بالأهل وخلق. أنا الصحابي كما رأينا في الحديث الصحيح أنا الصحابي كان قريب أهلي بالعرس فخرج إلى أهلي فاستشي هذا شيء الدين وانا أنا بعد ما بعيش دي لأنا بخرج الجهاد مشي نموت نخلي مرايا أو كل واحد يخلي ولاده مراه رجل صغار يقول لك جاي في الجهاد غادي نموت نخلي ولادي خلاص راس الايمان لان الله لك اللي خلقكم متكفين به لك اللي عاقل اهوى قدميهم صحابيات نساء في هدي رسول الله ضربوا لنا مثلا في تضحيتي في سبيل الدعوه قطع الصحابيه اسمه نسيبه ام عماره وكانت رجل امراه وكانت امراه وافيق وعظمها جسيمه جسيمه في غزوه احد هذا ما أقبلتنا واحد نساء عظيم في سبيل الدعوة في الله في غزوة الأحد لما يعني حصل المسلمون وفضلوا الرومة من الجبل وداروا المشركين على المسلمين من جميع جوانب المشركين طبعوا قالوا هذه هي الفرصة أن نقتلها من مجد سنة من الدعوة هذه الفرصة لأنه المسلمين كان يتفرق إلا قلة قليلة يبقى في يعني حميل من جسم الله صلى الله عليه وسلم فمن جملة هذا ما أعطيتها نسيبة أم عمر أنا ما أشهد ذات المرأة لما شف رأت بعض المشركين خرب منهم الزاد وقفت لها وخلت النبي وراءها وهزت يديها فتعتبر الضربة ديال السيف فضربها واحد الضربة حتى تقول لها ولدها ولد أم عمارة اسمها حبيب قال لو شئت لأدخلت يدي أصابعي في تلك الضربة ديال السيف وما تزعزعت عن مكانها ضربات في جلد وش ضربات لهم كل قوة كل قيد كل خط طبعاني ضربة ديالها هي كاس معطين جسيمة كل خط ديك ضربات ضربات ضربها كل خط ديك كل خلاص وما في هذا ما بقيت وخذ سو شيء دافي تك هذاك سنتيمتر مو سي سنتيمتر ومية مربع شيء جسد عسل من الصحابة في نفس اللحظة كلهم ضحوا بأنفسهم في سبيل الدعوة وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الكسر الربيع هذا الربيع قال أنصار ليس لكم عذر إلى الله تعالى إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ما عندكم بس احتضروا إلى الله ويقولوا يا ربي احنا ما قدمناش بعد أن واحد فيكم قد يسبح لقتل إذا مش احتضروا مشيكم سني ما عندكم شعرة وضعنا ويقسم على قول في سبيل الحسنة ونبعنا في ذنوبنا وفي عيوبنا وفي شعوبتنا وعمل رعاتنا وفي حوائجنا من أحسنة ورحمة في قلوبنا ومعنا يكون عقصن حبوبنا لديه فإن نرى في مستعلى ختم بها لأوليائه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قد حسن معزين لقضائها وما يفرق الحج من نواعطي لكل قلب ما نوى وضف على سيدنا وحسن وعلى سيدنا وحسن صلاة الجينة والآفات وطهيننا بها جميع الحاجات جميع السيئات وطفحنا بها على الدرجات وطمعنا بها أقصها آيات جميع خيرات الحياة سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.